21/3/2014 في 8 أطلال بحر الجنوبي والتي أصبحت رداء وديمت بالكامل بجرافات النظام بسبب شبيحة قرية العزي الذين دخلوا على هذه القرية المهجورة والتي بات لأصحابها أن هجروها من 13/5/2012. الآن قاموا بجرافاتهم بهدم هذه القرية بمساعدة جيش النظام. لم يبقى إلا مسجد هذه القرية شاهدا على وجود هذه القرية وهذه الأطلال من الحجارة والركام المتواجدين. اللهم أرنا فيهم يوما يا رب العالمين.